السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام. في فيديو النهاردة هنتكلم ازاي نعمل ايداع وسحب في منصة الباينانس عن طريق البير، وهيكون بالروبل الروسي، لان الروبل الروسي بيكون الاقل عمولة في التحويلات. الشرط بتاعنا ان انت يكون عندك حساب متوثق في باينانس، ويكون عندك حساب في بير، ولا يشترط التوثيق في البير للتحويل او الايداع او السحب. فالخطوة الاولى معانا لازم نحول الدولار اللي معانا للروبل الروسي. في طريقتين للتحويل، هي الطريقة الاولى عن طريق الاكستشينج، علامة السهمين، ودي بيكون العمولة فيها اعلى، فبفضل التريد اللي هي علامة السهم اللي فوق. بيفتح معايا منصة التداول بتاعة بهير، بختار على الجنب كده، هناك هتلاقي حاجة اسمها RUB، هضغط عليها اللي هي الروبل، واختار USD مقابل الروبل. انا عاوز ابيع بقى جزء ال 25%، 50%، 75%، 100%، وليكن هبيع 100% من الدولارات اللي معايا واخد قصادها الروبل. فانا معايا 15 دولار هديهم لبير، وهاخد التداول بتاعي او هعمل لهم تبادل، هاخد 1072 روبل. فهضغط على سيل، هروح كده للداشبورد، هلاقي معايا 1188 روبل. خلاص كده الخطوة الأولى تمت. بعد كده بنروح على منصة باينانس، وبنروح على، بيبقى بالشكل كده، بنروح على الأول، بختار المحفظة وولت، بدور أهم حاجة على كلمة فيات أند سبوت، بتظهر لي الصفحة كده. هنا عندك الروبل، لو مش ظاهرة عندك الروبل بالطريقة دي، بعمل سيرش هنا واكتب RUB او اي عملة انا عايزها، وانا عايز خلاص اعمل ايداع بالروبل. بعد ما اختار الروبل هروح على كلمة الديبوزيت، هنا بيقول لي افتح من المتصفح. عموما ده التطبيق ده بيكون على تطبيق الويندوز الخاص بالنسخة بتاعت اللابتوب بتاعي، فانا هفتح المتصفح. فتح معايا الباينانس على المتصفح. الخطوات كلها سهلة وبسيطة جدا. بختار هنا بيقول لي انت عندك 3 وسائل للايداع عن طريق الروبل، ان انت بتودع عن طريق البنك، الادفاكاش، البير. فانا عايز اعمل ايداع عن طريق البير، بعمل كونتينيو، بيطلب هنا المبلغ اللي انا عاوز اعمل له ايداع، فبروح ابص على الايداع اللي عندي او الكمية اللي عندي من الروبل. انا معايا 1188، فهروح واكتب له 1188، وهنا كاتب لك الحد الادنى للايداع من 1 روبل الى 70 مليون روبل. انا خلاص حطيت ال 1188، بعمل كونفير، بيحولني على البير. هفضل يعني هختار هنا من البير ال RUB، بعد كده هفضل اعمل كونفير، استنى التحميل، هكمل واضغط كونفير تأكيد. خلاص كده تمت العملية، 1188 روبل، وهتجيلي كده بير، لان بير عندنا في مصر بتبقى محجوبة بالشكل ده. فانت لو حابب تفتحها هتزود الزد اتش اخر باينانس. انا هروح اعمل دلوقتي ريفرش للعملية عشان نشوف تم الايداع ولا ما تمش. ألف مية تمانية وتمانين تم الإيداع، أهو تم الإيداع. خلاص كده يا جماعة سكسسفول، تمت بنجاح. كده قدرت أعمل إيداع عن طريق الروبل الروسي اللي في بير. طيب تمام، دلوقتي أنا عاوز أشتري بالروبل ده أو أتداول بيه، فهروح على كلمة تريد وأكتب هنا فوق كلمة روبل، هيجيب لي العملات اللي هي متاحة إن أنا أتداول عليها بالروبل.
اهو يعني اكتب ال ار يو بي، هيجيب لي كل العملات الادا البي ان بي، مش كل العملات متاحه للتداول بالروبل، فانا هختار البي ان بي لو ليكن. خلاص فتحت معايا، فانا كده لو عايز اشتري البي ان بي بالروبل اللي معايا، فاحدد هنا الكميه الاماونت اكتب فيها الكميه اللي انا عاوزها، فليكن لو عايز اكتب الماكس بختار 100% وبعمل باي ان بي، لو عايز اعمل بيع للبي ان بي واخد قصادها الروبل، فهاخد برضو نفس الكميه واضغط 100% وبيع السي ال بي ان بي فهتديني روبل. طيب انا عاوز دلوقتي خلاص وعاوز اسحب على منصه البير عن طريق برضو الروبل، فهروح هنا على الاول نفس الفكره الوالت، بعد كده اختار فيات اند سبوت، بعد كده اهو فتح لك الروبل، هتلاقي كلمه الويزدرو بتختار برضو هنفتح على المتصفح، فانت برضو لو عندك التطبيق على الموبايل تقدر تعمل نفس الكلام ده على الموبايل، فانا في انتظار صفحه التحميل. خلاص نفس الفكره، هنا هتكتب هنا عملية نفس فكرة الإيداع، بس هنا عملية سحب، هنا باخد 1% عمولة، هنا هكتب الكمية اللي معايا 1188 وبعمل كونتينيو، بيقول لي هنا حط المحفظة بتاعتك، فأنا عامل حطيت المحفظة قبل كده فهعمل كونتينيو، فهيطلب مني الكونفيرم وبعد كده هيجي لي رسالة تأكيد السحب على الموبايل وعلى الجيميل، وفي ظرف على طول فوري خلال دقيقة هيكون الرصيد موجود عندك على محفظة البيير. الموضوع سهل وبسيط جدا، طبق الخطوات مش هتلاقي أي صعوبة. أتمنى يكون النهاردة الفيديو عجبكم، ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب والكومنت كمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.